للديرة أمن وأمان. وآخر كلامي أقول يا رب يا رب اجمعنا ولا تفرقنا، وابعد عنا شراعي الفتنة والفتان، واحفظ الكويت وشيخها وأهلها من كل حاقد وحاسد وشيطان. وبونا صباح الغالي بالدنيا ماكو منه، ويا رب تطول بعمره وبالخير تثقل له الميزان. والكويت والكويت آه يا الكويت، هي أمنا وهي عرضنا وشرفنا، سقيناها وباريناها بدمنا، حافظوا عليها يا أخوان وسلامتكم. شكراً لحمد مناشي على هذه الفقرة الشعرية المميزة. ويأتي كلام القلب إلى القلب ممزوجاً برقي الأمم والشعوب، ومما لا ريب فيه أن نجاح الأمم وتقدمها مبني على تمسك أبنائها برصيدهم التاريخي وأصالتهم الحضارية. الآن كلمة المحتفى به في حفلنا هذا سعادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت السابق، فليتفضل سعادته. مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم. راعي الحفل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حفظه الله، أصحاب المعالي والسعادة، سعادة الأخ الكريم الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، الأخوة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة بنك الكويت المركزي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعدتم مساء. في بداية حديثي أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح لرعايته وحضوره هذا الحفل، وأنه لشرف كبير بأن أحظى بمثل هذه الرعاية وهذا التكريم، وأن أحظى أيضاً بحضور ومشاركة هذا الجمع المميز من المسؤولين والمختصين. كما أود أن أعرب أيضاً عن شكر العميق للأخوة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي على إقامة هذا الحفل التكريمي الذي له صدى كبيراً في نفسي. كذلك أسجل وافر الشكر إلى الأخ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، والأخ سعادة محافظ البنك الدكتور محمد يوسف الهاشل على ما ورد بكلمتيهما من أمور طيبة متعلقة بي، حيث كان لها عظيم الأثر في نفسي. ولا يفوتني أن أشكر أيضاً جميع الجنود المجهولين الذين عملوا وساهموا في إجراء ترتيبات هذا الحفل الناجح، وكل الشكر والتقدير والإعجاب لبناتنا وأبنائنا اللي قدموا هذا العرض اللي قبل شوي استمتعنا فيه. وفي الحقيقة أقول لهم جميعاً لقد أخجلتموني كثيراً، فجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم. من جانب آخر، فلقد سعدت كثيراً بحضور ومشاركة كل من معالي الأخ رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي، ومعالي الأخ الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وذلك على الرغم من زحمة وكثرة انشغالاتهما اليومية. إن مشاركتكما تعبر بوضوح عن مدى عمق العلاقة الوثيقة التي تربطنا معكما على الصعيد الرسمي والشخصي، فلكما كل الشكر والتقدير، وأتمنى لكما دوام التوفيق والنجاح في مهامكم إن شاء الله. الضيوف الكرام، يخالجني اليوم شعور رائع، حيث أجد نفسي بين أساتذة تعلمت منهم الكثير، وبين زملاء عمل بعضهم ما زال في البنك والبعض الآخر يعمل في القطاع المصرفي والمالي متبوئين مناصباً عليا، وأخيراً بين مسؤولين في البنك كانوا تلاميذاً قبل فترة وجيزة من الزمن والآن يتبوؤون مناصباً عليا فيه. ويتضح مما تقدم مدى نجاح مدرسة البنك المركزي على مر السنين الطويلة
في تخريج عدد كبير من العناصر الوطنية الشابة الفاعلة، بعضهم ما زال يعمل في البنك والبعض الآخر في القطاع الخاص، وهذا يدفعني نحو حث البنك بالاستمرار بذات النهج الذي اتبع بشأن بناء خطوط أولى وثانية وثالثة من الشباب الكويتي الواعد مسلحاً بأفضل أنواع التدريب والتأهيل. وفي هذا المجال لابد من التنويه بأن العلم والعمل هما أساس التقدم والتطور والرفاهية للأمم، فالعلم هو منارة الحياة، والعمل هو منبع العلم، والحياة مدرسة نتعلم منها يومياً كثيراً من الأمور المفيدة. والإنسان الذي لا يتعلم شأنه شأن الأرض الجرداء التي لا تنبت شيئاً. الضيوف الأعزاء، خلال فترة عملي في بنك الكويت المركزي التي تجاوزت 35 عاماً، قضيت أكثر من 25 سنة منها بمنصب محافظ البنك، واجه البنك المركزي عديداً من الأزمات والتحديات المالية والاقتصادية، حيث استطاع البنك اجتيازها، وذلك بفضل من الله وعونه وبدعم منقطع النظير من القيادة السياسية للبلاد يحفظهم الله، وبجهود أبنائه وبناته. لقد أكسبت تلك الأزمات والتحديات البنك المركزي خبرات هائلة، بحيث أصبح متمرساً في فن إدارة الأزمات المالية. الحضور الموقر، يعتبر كثير من الاقتصاديين العالميين أن إدارة البنوك المركزية نوع من أنواع الفنون، وهذا الأمر متفق ومتعارف عليه منذ منتصف القرن الماضي، حيث أن تناسق كل من رسم السياسة النقدية مع السياسة الرقابية ومع مستويات الأسعار المختلفة لأدوات البنك المركزي يحتاج إلى ذوق مهني وفني، وهذا هو سبب إطلاق مسمى الفن على أسلوب إدارة البنوك المركزية. لقد تطرق إلى هذا الموضوع كتاب كثر، من أوائلهم وأهمهم الاقتصاد الإنجليزي سير هاوتري، وهو صديق مقرب للاقتصاد الشهير جون كينز، وذلك في كتابه فن البنوك المركزية الصادر في عام 1932، وكذلك الصحفي الشهير بوب وودورد في كتابه مايسترو الصادر عام 2000، ومؤخراً وبالتحديد في أبريل من عام 2010 صدرت دراسة عن بنك فرنسا عدها الكليرك بعنوان فن إدارة المركزي لدى البنك المركزي الأوروبي. لقد أضيفت مؤخراً مسؤولية الاستقرار المالي إلى أغراض معظم البنوك المركزية، وبالتالي أصبحت تلك البنوك مطالبة بإيجاد فن إدارة الاستقرار النقدي والمالي وبشكل متناغم مع السياسات الرقابية. وبالواقع هذه مسؤولية كبيرة وثقيلة ملقاة على عاتق البنوك المركزية، التي يتوجب عليها صياغة هذه المنظومة من السياسات بشكل جيد ومتناسق، بحيث تستطيع تلك البنوك تحقيق أهدافها قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بدون أي تضارب بينها. الضيوف الكرام، انطلاقاً من مبدأ الأمانة والشفافية، ينبغي علي أن أؤكد على أمر على جانب كبير من الأهمية، وهو أنه لا استقرار اقتصادي بدون استقرار سياسي. فالاقتصاد والسياسة كما يقال وجهان لذات العملة، وفي علم الاقتصاد الذي دائماً ما يحاكي المستقبل لا يجوز بتاتاً إغفال آثار السياسات الحالية على نتائجها وأسقاطاتها المستقبلية، والتي بدورها ما تولد انعكاسات حالية ذات تأثيرات مختلفة، وذلك عمالاً لمبدأ إن لكل فعل هناك ردة فعل. وفي هذا الشأن يتفق المختصون على أن الأسقاطات المستقبلية لأداء الاقتصاد الكويتي لا تبشر بالخير، طالما أن حالة اللا قرار هي السائدة في البلاد بشأن تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي يأخذ بعين الاعتبار معالجة الاختلالات الهيكلية المتجذرة والمزمنة في الاقتصاد الوطني، حيث ستكون نتائج عدم تطبيق مثل ذلك البرنامج شديدة الوطأة على المستوى المالي والسياسي والاجتماعي. الجمع المميز، إن التطور في الأداء نحو الأفضل هو المسلك السليم للمؤسسات التي تنشد الارتقاء بأدائها،
وفي هذا الصدد فلقد مر بنك الكويت المركزي خلال العقدين الماضيين بعدة مراحل من التطوير التنظيمي والتقني والفني، وليس هذا الوقت مناسباً لسرد مراحل وجوانب التطوير المذكورة، ولكن من الإنصاف أن أمر وبعجالة على أهم ما تم إنجازه من الناحية الفنية في المرحلة الأخيرة التي بدأت من منتصف عام 2009، حيث باشر البنك المركزي في ذلك الوقت بعصرنة مجالات وأساليب وأدوات عمله وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يتوفر لديه الآن عدداً لا بأس به من الأدوات والنظم التي يستطيع من خلال الاستخدام الأمثل لها أن يزيد من قدراته وإنتاجيته في مجال تحقيق أغراضه وأهدافه المختلفة. ومن تلك الأدوات والنظم نظام مراقبة مكتبية لأوضاع البنوك Offsite Surveillance System، وهو نظام متطور وديناميكي وشامل يمكن البنك المركزي من تقييم الوضع المالي لكل بنك من كافة جوانبه، وذلك على أساس ربع فصلي باستخدام أسلوب كامل بيكم. وكذلك يتوفر لدى البنك المركزي نظام للإنذار المبكر الذي يؤشر عن مدى إمكانية حدوث أزمة مالية، وهناك أيضاً نموذج قياس الأداء الاقتصادي، وأخيراً نظام اختبار الجهد المالي. ومن المهم الاستمرار بتفعيل وتطوير تلك الأدوات والنظم، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني ولإبعاد أي مخاطر آنية أو مستقبلية عن الجهاز المصرفي الذي يعتبر الأساس لأي تنمية اقتصادية، وبمراعاة اتباع الأسلوب الاحترازي الاستباقي المبكر في التصدي لأي حالات أو مؤشرات من شأنها إحداث صدمة أو أزمة مالية. الحضور الكريم، أرى أن هناك تحديات سيواجهها البنك المركزي على المدى القصير والمتوسط والطويل، وتتمثل أهم تلك التحديات بالتالي: 1. إلغاء ضمانة الدولة للودائع لدى الجهاز المصرفي، حيث يتوجب أن يتم ذلك بتأني وبحكمة وفق برنامج زمني محكم ومعلن، وعلى البنك الاستفادة من خبراته وتجاربه السابقة التي مر بها في ذات الموضوع. 2. تطبيق معايير بازل 3، ويتطلب أن يكون ذلك وفق برنامج زمني مدروس بعناية، بحيث يتم إنجازه خلال فترة زمنية معقولة، علماً بأن البنك المركزي قد باشر إجراءاته في هذا الشأن منذ سنة تقريباً. 3. تأطير مبادئ حوكمة البنوك المركزية في مجال ممارسة البنك لكافة أعماله ونشاطاته، وذلك ضمن أفضل الأطر المؤسسية. 4. التطبيق الشامل والدقيق لمبادئ الرقابة الكلية الحصيفة Macro Prudential Supervision. 5. التنسيق وتحديد أدوار ومسؤوليات كل جهة في الدولة معنية بموضوع الاستقرار المالي، ومدى قدرة تلك الجهات على تلبية متطلبات هذا الموضوع. وأخيراً، في حالة عدم تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شامل لمعالجة الاختلالات الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، يتوجب على البنك المركزي الاستعداد من الآن لمواجهة الآثار والنتائج المترتبة على ذلك. الضيوف الأفاضل، أود أن أشكر بهذه المناسبة جميع الأخوة وزراء المالية الذين عملت معهم طوال هذه السنوات الطويلة، وكذلك جميع الأخوة أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الحاليين والسابقين الذين شاركونا هذه المسيرة وساهموا معنا بصورة فاعلة فيما أصدره البنك من سياسات وقرارات. وأيضاً أود أن أسجل كل الشكر لجميع الأخوة والأخوات العاملين والذين عملوا في البنك من قيادات وموظفين طوال هذه السنوات، والذين كان لمساندتهم كل الأثر الطيب في دعم مسيرة البنك وما حققه من إنجازات مميزة. ولا يسعني أخيراً إلا أن أؤكد بأنني سأظل بإذن الله وفياً ومخلصاً تجاه هذا الوطن الغالي، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وبرشاد توجيهات سمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله، كما أتمنى لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد صباح وفقه الله كل النجاح في مساعيه. ختاما، أشكركم جميعا لحضوركم ومشاركتكم لنا هذا الحفل،
وأختم كلمتي بقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. شكرا لسعادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباع على هذه الكلمة الطيبة. راعي الحفل، الحضور الكريم، نتوقف قليلا مع فيلم وثائقي يحكي قصة كفاح ومسيرة عطاء للمحتفى به سعادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباع. مشاهدة ممتعة نتمنى لكم. أنا اشتغلت ويا الشيخ تقريبا 8 سنوات، من 2004 إلى 2012 لما غادر الشيخ. وحقيقة يعني الشيخ سالم رجل من الطراز الأول، يعمل بلا كلل ولا ملل وبكل تفاني وإخلاص. وأنا أعتقد أن المحرك الأساسي ل السمات الشخصية للشيخ سالم هو حبه لهذه المؤسسة وحبه للوطن. دائما تجده مبتسم حتى في الأزمات. وكنت أقول لأبو فهد هذه يعني الابتسامة هي مبعث القوة والطاقة لنا. When I was informed that Sheikh Salim Al Sabah had stepped down as governor of the Central Bank of Kuwait, I lost no time in paying tribute at the behest of his central bank to this great Kuwaiti personality. Each time that we met, I always appreciated the quality of our discussions. As governor, Sheikh Al Sabah was extremely courteous and also highly perspicacious, possessing an exceptional knowledge of the global economic and financial issues facing the world today. His Excellency Sheikh Salim, an exceptional central banker who has, for more than 25 years, been at the helm of the Central Bank of Kuwait. He has not only been instrumental in driving the development of the financial sector in Kuwait, but has been steadfast in the face of extenuating financial episodes as Kuwait experienced war and occupation, and in the more recent times during the global financial crisis. His vision and actions have gained the respect and admiration from the international central banking community and the financial services industry. His determination and unwavering resolve to safeguard the national interest have achieved the best outcomes for the Kuwait financial system. أنا من الناس اللي عملت مع أبو فهد فترة يعني تكون طويلة، 8 سنوات تقريبا كوزير مالية وهو محافظ بنك المركزي، بالإضافة إلى زمالة ممتدة في مجالس عدة للمجلس الأعلى للتخطيط. وجدت في أبو فهد حقيقة يعني هامة كبيرة يندر مثيلها في مهنيته العالية، ومغلف هذه المهنية أيضا بحس قانوني وسياسي عالي. لا شك أنه كان يعني يبذل مجهود استثنائي في عمله، مش أثناء ساعات الدوام الرسمي، على مدار الأسبوع، على مدار السنة بغض النظر، يعني حتى أثناء فترات الإجازات اللي يفترض أنه يعني يستمتع فيها، للأسف ما كان حقيقة يعني يعطي نفسه جزء من الراحة. تعرض الشيخ سالم لأزمة قلبية بال98، وطلب مني في ذلك الوقت أن أخذ له تقارير، بعض التقارير المستشفى، كان في المستشفى الأمريكي. دخلت للغرفة، الأجهزة تخطيط القلب، موصول بالشيخ سالم، مد يديه عشان يأخذ التقارير، فمسكت التقارير وقلت له: أبو فهد صحتك؟ قال لي: البلد. قلت له: أبو فهد، البلد بدون صحتك ما رح تعطيها شيء. قال للبلد أهم من صحتك. رغم المشاكل ورغم هذه
يظل يشتغل ويكمل، يعني على حساب صحته وعلى حساب عائلته، ولكن ما وقف لأنه هو يؤمن بالبلد، وهو كمواطن دائما سالم عند البلد والكويت ومستقبل الكويت، فهو ينظر له من ناحية هذه كمواطن وهي بلده، والواجب عليه أن يسويه وأنه لازم يتعامل باحترام. الشيخ سالم يعني شخصية فريدة، أنا بالذات بقول عليه وكل من يعني يقترب منه يتبين لهم أن هذا رجل شخصية فريدة من الفئة التي يمكن أن يطلق عليها فئة القادة، يعني أصحاب الرؤية، أصحاب التجديد، ليس رجلا نمطيا في العمل، وإنما هو رجل عنده رؤية لأنه عنده نفاذ بصيرة وقدرة على استشراف المستقبل، ومثل هؤلاء الناس بيكونوا قادرين على التجديد والإبداع. قضية العمل المؤسسي، استطاع أن يبني مؤسسة بمنهجية مؤسسية لا تتأثر كثيرا بتغير الأفراد، سياسة سليمة، استطاع أن يصمد أمام كثير من الضغوط، وكان البنك المركزي بسياسته واضحة لا مجاملة فيها ولا أي اعتبارات إلا الاعتبارات الفنية البحتة، وهذا ما يسجل لأبو فهد بكل اقتدار. الشيخ سالم مبدأ الاستقلالية عنده مبدأ مقدس، يعني منطقة محظورة لا يمكن أن تمس، يعني أن يقبل بالمساس باستقلالية البنك المركزي. كل هذا موقف مبدئي، موقف مبدئي يعكس أن هذا الرجل لا يساوم على ما يتعلق في المهام الحيوية للبنك المركزي. لا في قرارات نعم صعبة وقد تكون أثرت عليه يعني بعلاقاته، بس بالنهاية كسبت احترام الكل. الكل كان متحفظ حتما ولا زال متحفظ، بس يعني مرت علينا أزمات كبيرة. إحنا أولا المناخ سنة 82، وطبعا أهم شيء الاحتلال العراقي. الحقيقة لا أزال أتذكر كما لو كان الحدث يعني أمس، يعني موقع الغزو وكان حدث مباغت ومؤلم. فانتقل البنك المركزي بقيادة الأخ الشيخ سالم إلى لندن، وهناك يعني باشروا مسؤولية العمل من لندن، وكان خلال فترة الغزو مجند الأخ سالم، جند نفسه لخدمة الكويت، ومن أجل أن لا يتوقف عمل البنك المركزي خلال هذه الحقبة المهمة من الزمن. وبعد التحرير هنا بدأت يعني الملحمة الحقيقية. أثناء هذه الفترة الصعبة كان أبو فهد يسكن في البنك المركزي، حط له سرير وغرفة نوم مصغرة، وسكن لمدة لا أدري كم، ربما امتدت شهرين. كان يعمل يوميا بدون مبالغة يمكن 5 ساعات 6 ساعات لإعادة ترتيب واحتواء الآثار السلبية والإعداد للمرحلة الجديدة اللي بعد التحرير. عملت معه حقيقة في فترة من أحلك الظروف التي مرت على الكويت، هي الفترة ما بعد الغزو العراقي وتحرير الكويت، في وقت كان فيه الاقتصاد متهالك، المداخيل تكاد تكون منعدمة، والمصروفات فيما يتعلق بإعادة الإعمار في أعلى مستوياتها، وصلت أرقام قياسية الميزانية في ذاك الوقت. لكن والله الحمد استطاع بقدرته وبقيادته الفريق الاقتصادي الموجود في الكويت أن يعني يخرج من هذه التحديات والمتغيرات وتطورات بأقل الأضرار، واستطاع أن يقود هذه السفينة إلى بر الأمان. طبعا أنا أذكر بكل وضوح حادثة أزمة بنك الخليج، وهي أزمة جاءت في قلب أزمة، وهذا زادها صعوبة وشدة. أذكر ليلة الأحد، الأحد اللي أعلننا فيه عن أزمة بنك الخليج، كان الشيخ في مهمة في اجتماع في الرياض،
لما رجع طلبوني المكتب فجر الأحد تقريبا الساعة 3 الفجر، وبلغوني إن في اجتماع في البنك المركزي مع المحافظ الساعة 4 الفجر. ويت غرفة الاجتماعات ولا الشيخ موجود قاعد، وكان الرجل ما يتخذ قرار فردي، مؤمن بمبدأ وأمرهم شورى بينهم. حضرت وكان موجود الأخ عدنان حمدان، إحنا الثلاث فقط، وسألنا الشيخ قال الحين الوضع اليوم أول يوم عمل بعد اكتشاف هذه الحادثة، إيش رأيكم؟ وبالفعل اتفقنا ووافق الشيخ على وجهة النظر بأن نكون شفافين، وهذا يحسب للشيخ أن احنا نكون شفافين مع الجمهور ونضع خطة كاملة متكاملة خلال 4 ساعات، من 4 الفجر إلى الساعة 8 حطينا خارطة الطريق لبنك الخليج لمعالجة الأزمة بشكل كامل، تتمثل باستبدال الإدارة اللي كانت قائمة في ذلك الوقت، تسكير وإغلاق جميع المراكز المفتوحة، احتواء الأزمة، مصدر الخلل اللي في بنك الخليج، 3 زيادة رأس مال البنك والرجوع والعودة فيه إلى ما كان عليه، 4 تعيين مراقب مؤقت حتى يباشر هذه المهام، 5 استصدار قانون ضمان الودائع. أنا أعتقد القرارات اللي اتخذت وسلاستها وتوقيتها الزمني تنم عن مهنية عالية، وشفنا نتائجها، كان ممكن أن تكون نتائجها يعني مكلفة جدا، ليس فقط على البنك بنك الخليج، وإنما كان ممكن أن تخلق مشكلة نظامية على مستوى الجهاز المصرفي والمالي. هذه الحادثة مثل ما ذكرت جسدت شخصية هذا الرجل وسماته وقوته وحزمه وقدرته على التعامل مع الأزمات. عنده أيضا من جانب آخر ميزة أنه هو يسهل خلق إجماع، يعني ولذلك أنا 10 سنوات في مجلس إدارة البنك المركزي تصير في وايد تباين في وجهات النظر حول السياسات اللي يتم تبنيها وإلى آخره، لكن ما أذكر مرة تم تصويت. عدم وجود تصويت ما يعني إن ما في تباين في وجهات النظر، لكن تتباين وجهات النظر وتصير نقاشات مستفيضة، ثم يعني الطرف يقنع الطرف الآخر، وهذه ميزة عنده وخاصية أنه عنده القدرة على إدارة النقاشات وعلى خلق يعني إجماع ضمن الفريق. شخصية مثل أبو فهد يعني من الصعب أن تختلف معها لأنها مهنية بالدرجة الأولى، وشخصية أيضا متميزة، وهذا الكلام يعني مو من كلامي أنا، مكانة شيخ سالم فاقت المكانة المحلية وخرجت من إطارها المحلي إلى الإطار العربي والإطار العالمي، ويختار من عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية شخصية أولى. أعلنت الكثير للأمانة، من أهمها الدقة في العمل. الدقة كلمة واسعة جدا، تبدأ بالتأكد من أن أي شيء تقوم فيه متناسق ومنسجم مع القوانين والأنظمة ومتطلبات العمل والبست براكتس، وتنتهي حتى في دقة الكتابة في إعداد المذكرات والكتب والتعليمات الرقابية، تركز حتى على وين تجي الفاصلة وين تجي الكلام. هذا ما في شك، يعني فارس وترجل، والتوقيت أنا أعتقد أنه يعني قد يكون متسرع فيه، وهذا كلامك ما يعجبه، إنما هذه الحقيقة وهذا ما شعرنا فيه، لكن عشمنا كبير بأن استطاع أن يخلق مؤسسة ويدخل النهج المؤسسي في البنك المركزي. فراق ما في شك من الصعب أن يعني يملأ بهذه السهولة وبهذا الوقت القصير، لكن أملنا كبير في الأخ دكتور محمد الهاشل أن يكون خير خلف لخير سلف. الشيخ سالم خسارة كبيرة
والبنك المركزي سوف يظل سنوات يفتقد هذا الرجل اللي أسس وأطر العمل في هذه المؤسسة وجعلها في مصاف البنوك المركزية العالمية. أنا أعتقد هذا موقف تاريخي راح يسجل له في التاريخ إن على الأقل هنا مسؤول كبير رفع العلم وبين المحاذير اللي ممكن تنزلق فيها الدولة في ظل استمرار في السياسات المالية القائمة والسياسات العامة بشكل عام. أنا بتأمل إنه ما يتركنا ويظل قريب علينا نوعا ما. أنا يعني مش بحسده إنه يعني ارتاح، بس بقول واحد بمثل نشاطه بمثل عقليته ما لازم يرتاح. الحفل الكريم وجاء دور التكريم من أهل الجود والعطاء لابن الكويت البار الذي نفخر به دائما في المجال النقدي والاقتصادي المحلي والعربي والدولي. يتفضل الآن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يرافقه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية السيد مصطفى الشمالي وسعادة الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي إلى منصة التكريم، فليتفضلوا مشكورين. المحتفى به سعادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي السابق ودرعا تذكاريا يتسلمه من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لجهوده الواضحة وعمله الدؤوب لخدمة الكويت خليجيا وعربيا ودوليا، فليتفضل سعادته. والآن نستأذن سموكم بالتقاط صورة تذكارية للشاعر جمال أبو ناشي وأبناه حمد وعمر ومها ومصافحة سموكم الغالية.
شكرا للشاعر جمال أبو ناشي وأبنائي حمد وعمر ومها. شكرا لسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على تفضله وتكريمه اللامحدود لأبناء الوطن الذين يعجز مداد الأقلام عن رصدها، وسعادة الشيخ سالم عبد العزيز الصباح واحد من هؤلاء الرجال التي تفخر بهم الأوطان عملا وعلما وخلقا. والآن ندعو الجميع لوجبة متواضعة على شرفكم بهذه المناسبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.